السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وساكم الله بالخير. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب حتى وإن كان كافر. فترة من سفراتي قابلت رجل مشهور ومعروف وله جانب كبير في العمل الدعوي والعمل الخيري. كل يوم تغديت أنا وياه وجبتين، وجبة غداء ووجبة عشاء. أذكر أنه يومها كان واحد مزعجه يدق عليه بالتليفون، عجزت أسولف أنا وياه. المهم اعتذر لي من كثرة اتصالات الأخ المتصل عليه، وقال معليش يا أبو عبد الملك، هذا رجال بيني وبينه موضوع. قلت خير إن شاء الله. قال بعلمك بسالفته. قلت وش سالفته؟ قال هذا الرجل آذاني أذى ما يعلم به إلا الله. هذا الرجل نشر عني عدة مقالات واتهمني فيها إن شهاداتي العلمية مزورة. نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت بين الناس إني مزور شهاداتي. يقول قمت وتواصلت وياه، قلت عرفني. قال لا مدري إيش، قلت ابن الحلال. رجل رفض تماما يتفهم معي ومقتنع تماما اني مزوج شهاداتي. يا ابن الحلال شل اسمي، يا ابن الحلال عدل بدل، يا ابن الحلال انتبه. يقول وجدت مقتنع تماما اقتناع اني اكذب عليه وان شهاداتي مزوره. حاولت معه يمين يسار عدل بدل، رفض يتجاوب معي. اظن انه قال اني ارسلت له صور من شهاداتي من جامعه السعوديه هنا، لكنه ايضا رفض تماما يتجاوب معي. فكلمته مرة، قلت ابن حلال لا صوت، ما تبي تجاوب معي، تبي تتأكد؟ قال لي. قلت أبدي عليك، إن صابتك الدعوة ترى كلامي صح. يقول قال لي ادع أبد، ورني دعاك. يقول دعيت عليه، وهذا هو يدق يقول أصابني السرطان، هذا من اليوم يدق علي يقول سامحني. يقول سامحته وعفوت عنه، لكن السرطان جاه، والله ما أدري يعيش ولا ما يعيش. هاك الساعة والشيخ يسولف عن الموضوع والرجال يدق عليه، لفت بي الدنيا بسرعة وجلست أتأمل جرأة بعض الناس على الظلم. ترى دعوة المظلوم ما تحتاج لا إسلام ولا إيمان ولا حج ولا عمرة ولا صلاة ولا وضو، بس كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. في قصة أخرى طرت على بالي، هذا أجودي من الأجاويد معه ونيت جديد توه شاريه ومحمله أغراض وواقف عند مسجد، أظن أنه دخل يصلي إذا ماني بغلطان صلاة الظهر. الشاهد في الأمر صلى وطلع، ويوم طلع ما لقى موتر، دور موتر يمين دور يسار نشد ما خلى شيء، بلغ الشرطة، الشرطة دوروا له ما لقى الموتر. يدعي عليه هاك الدعوة، وأظن سمعت أن أمه دعت أيضا على السارق. ومرت الأيام والسنوات، ويجي هاك اليوم ما دروا للشرطة، تدق عليه قالوا يا فلان لقينا موترك. راح الرجال للشرطة ويبي يشوف موتره، قالوا له والله لقيناه، ولقينا الرجال ميت تحته، يقصدون السارق. قالوا شلون؟ قالوا يا رجال خذ الموتر وحطه في متان عشان يفكه تشليح، وفك الأربع كفرات وباعهن وحط الونيت على بلوك، وجاي يوم من الأيام يبي يفك قطع غيار أخرى من الونيت. حاول يفك قطعة غيار من الونيت وجاء تحته، ويوم هزه بقوة تحرك الونيت وطاح عليه. المهم أنه جلس تحت الونيت عدة أيام على كلام الشرطة، إلين ما تعذب عذاب ما يعلم به رب العالمين. هذا اللي جاه في الدنيا، وباقي حساب نسأل الله السلامة ينتظره يوم القيامة. لا تستحقرون الظلم. بعض الشباب إلى اللي قال حادث قام وضف الأشياء اللي في جيوب المتوفى يحسب إنها حلال عليه، يمد يده ويشيل من السيارة وياخذ، والرجال روح تنازع تطلع قدامه ويشيل، والله بعضهم الربع أن يسرق مع الصحة. اللي يسوي هالأشياء حرامي، سارق، لئيم، قليل المروة، كل الشرور مجتمعة فيه. ما تفزع مع الرجال أخوك المسكين المصاب تقوم تسرقه؟ أعوذ بالله من غضب الله. أمس هذا ماسكين لهم حرامي وسط مقبرة النسيم بين القبور والجنايز يسرق الناس. ترى الحرامي هذا ما وصل لهالمرحلة هذه إلا على مراحل طويلة، ذنوب صغيرة يحتقرها إلى أن وصل هالمرحلة. هذا اللي تيسر لنا الليلة. السلام عليكم، تصبحون على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.